تعليم فعلا خاسر؟ يقال إذا كان أخسر التعليم وافسد التعليم اليوم من الماضي اللي كانت تكون الناس جاك تمشي شور الشارع، الالاف من القانونيين، الالاف من علوم نفس والعلوم شيء شعب اشبه ذلك، ها من عدلنا مؤسسات يكون فيها الدكاتره الاطباء اللي فاصلين فيهم، يكون فيها المهندسين، يكون فيها الاخصائيين في عده ميادين، عاد التعليم خاسر. وعاد كل نهار قال التعليم خاسر، التعليم خاسر، التعليم بعد قال كيف عندنا رؤيه للتعليم؟ كيف عندنا؟ لان عندنا مؤسسات مدارس متخصصه تكون